شاركنا ببطولة إدلب أول مرة، كان فيها تنافس، كانت رائعة البطولة. نافسنا وصارت فيها إنه تنافس شوي صعبة، والحمد لله أخذنا المركز الأول. الهدف من هاي البطولة وغيرها من البطولات هي إنه نحن نطالع الناس من أجواء الحرب والقتل والدمار اللي عم يعيشوها كل يوم، إضافة إنه نحن حتى نحاول ننسي إخوتنا النازحين اللي عم يشاركوا معنا بهاي النشاطات، نوع من مآسيهم اللي عم يمروا فيها يومياً.